والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم هو درس بسيط جدا، تبطين قماش اللوحة بالورق أو بالمناديل، الخامات والأدوات المستخدمة في العمل، رول ورق موجود في محلات البناء، غراء خشب، مناديل تواليت، سكين، معجون. أفر الطبقة من الغراء زي ما احنا شايفين، المرحلة الأخيرة بعد تلبيس الورق أضفت طبقة من الغراء، والأفضل تكون سائلة، وأحاول إني أستبعد فراغات الهواء. لوحة قديمة ملبسة بخامة الورق، إحدى اللوحات أيضا الملبسة بخامة الورق، قديمة ملبسة بخامة المناديل، فيها ريليف وتذهيب أيضا.